نسمة وبسمة بنتين أصحاب وجيران. أول كل شهر كل أب بيحوش لبنته مبلغ زي التاني تمام، بس واحد بيشيل فلوسه في البيت قدام عينيا ومحدش يعرف عنهم حاجة، والتاني لا، البنك أأمن والفلوس هنا مع الوقت قيمتها بتزيد. بعد 20 سنة في وقت جهاز البنتين ظهر الفرق. نسمة اتجهزت على قد الحال، وبسمة جابوا لها كل اللي نفسها فيه. الادخار هنا في البنوك أأمن وبيحافظ على قيمة الفلوس ضد الأيام. اتحاد بنوك مصر، لازم يكون لك بنك.